مبادرة شعلة الأمل هي رفع حركة الوعي حول الأولمبيات الخاص، وفي نفس الوقت إسلاط الضوء على الأماكن السياحية في كل إمارة. نحن هنا في إمارة أم القيوين، الحمد لله الجميع كان متعاون، من أطفال، من مدارس، من جهات حكومية، وكنا صراحة كنا متحمسين أن احنا نستقبل شعلة الأمل هذه. دائما الشعلة هي تمهيد للأولمبياد أو للألعاب العالمية. المعنيين بشعلة الأمل هم رجال الشرطة من كل أنحاء العالم، جايين رجال شرطة، وعندنا طبعا رياضيين من ذوي أو من أصحاب الهمم ذوي التحديات الذهنية مشاركينا أو يشاركون هؤلاء من الأشخاص من رجال الشرطة في المسارات المختلفة على مدى على مرورا بكل إمارات الدولة يشاركون في هالفعالية. I'm a senior customs officer with Her Majesty's Customs in Gibraltar. We've been here 3 days and it's been wonderful. The atmosphere, the reception that the United Arab Emirates has done to us and basically to open the Special Olympics and inclusion for all the athletes, I think it's a superb move by the United Arab Emirates.